فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث فقط؟ معلوم أن الإمام لو شك وهو في الركعة الرابعة مثلا هل هي الرابعة أو الثالثة يقوم ويصلي ركعة، والمأموم المسبوق لا بد أن يتابع الإمام، وهذه الركعة الزائدة هل تحسب من عدد الركعات التي أدركها المأموم مع الإمام لأنه صلاها بالفعل أو لا تحسب لأنها قد تكون زائدة؟ رأياني فيما يجب على المسبوق أن يأتي به بعد سلام الإمام، إما أن يعتد بما أدركه فعلا مع الإمام، وإما أن يعتد باليقين وهو الأقل، وليس في هذه المسألة نص، بل الأمر قائم على الاجتهاد، ولكل إنسان أن يختار من الرأيين ما يشاء، والله أعلم.